القلق بشأن أزمة الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي هذه المرة ببعد عسكري يتجاوز الأزمة الإنسانية للاجئين. الرئيس الليتواني يستبق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في لاتفيا الثلاثاء بتحذير من الاندماج العسكري الكامل للقوات البيلاروسية في هياكل القوات المسلحة الروسية. يدعو الرئيس جيتاناس ناوسيدا حلف الناتو إلى تعديل استراتيجيته ليكون جاهزا للرد. ينبه ناوسيدا إلى أن بيلاروسيا ستواصل اختبار وحدة الغرب العسكرية، بينما ينشغل الجميع بأزمة آلاف المهاجرين على الحدود مع بولندا. وكان الرئيس الليتواني طمأن زملائه الأوروبيين أن ألمانيا ليست في وارد إبرام صفقة منفصلة مع بيلاروسيا بشأن المهاجرين، بعدما تناقلته تقارير إخبارية عن طلب مينسك من بروكسل استقبال 2000 مهاجر. هذا بينما تعلن بروكسل في أحدث مواقفها من أزمة المهاجرين أنها ستمول مراقبة الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي ب200 مليون يورو. وبينما لا تزال الدول الأوروبية تكتفي بتوجيه الاتهامات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بخلق أزمة اللاجئين على حدودها، تتوارد بيانات المنظمات الإنسانية عن وفاة أكثر من 13 مهاجرا بعد عبورهم من بيلاروسيا إلى بولندا. لا أحد يلتفت إلى هؤلاء وهم تحت رحمة اشتداد برودة الطقس حد التجمد، ولا وطن يعودون إليه.